السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات سيفوز فيرجن 8 642 437. معكم المهندس محمد سعيد عفيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحلقة النهاردة بعنوان Voice Gateways Cross Connection Handling Echo Timers and Verification. هنتكلم في الحلقة ديت عن الكروس كونكت يور فويس بورتس والايكو والتايمرز اند تايمينج كونفيجريشن والفيريفيكيشن. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اول حاجة كروس كونكت يور فويس بورتس، ازاي بتقدر تربط الانالوج فويس بورت بتاع الموجود عندي بالتي 1 دي اس 0 شانل، بتستخدم حاجة اسمها كروس كونكت او بيسموها اللي هي شانل بانك. الموضوع ده عشان نقدر نعمله في عندنا شوية شروط، وهي اول حاجة ان لازم البورت بتاعتنا اذا كانت الانالوج او التي 1 او الاي 1 انترفيس لازم يكونوا على نفس النتورك مديول. اقصى عدد من الاف اكس او والاف اكس اس اللي بربطها مع التي 1 بيكون 4. الموضوع ده بيطبق على التي 1 والاي 1 كاس بس، لكن البيزك ريت انترفيس والبرايمري ريت انترفيس لا. اي دي اس 0 جروب انا هعملها بتحتوي فقط على شانل واحدة بس اللي هو تايم سلوت واحد بس. دي هي شروط عشان نقدر نطبق الموضوع ده. فنيجي للرسمه بتاعتنا، نرجع لها تاني. ادي عندك كابل التي 1 احنا قلنا كاس بنربطه بالبي اس تي ان، وعندي اتنين هنا انالوج فويس بورت اف اكس اس، وهنا الناحيه ده بيربطني بالفاكس ماشين، والناحيه الثانيه هنا في اللي هو الاي ان دي ام بيربطني بالبي بي اكس. بورت هنا رقمه 0 على 0 على 0، وهنا البورت 0 على 0 على 1 رقم الفاكس ماشين، وادي الرينج بتاع التليفونات بتاع البي بي اكس. هنربطهم ازاي بقى؟ طبعا هنعمل اول اللي هو في الكونفيجريشن بتاعتنا اللي هو تي 1 كنترولر، بحدد له بقى الفريمنج واللاين كود والكلوك بتاعته هيجيبها من البي اس تي ان اللي هو تبقى لاين، وبعمل اتنين دي اس 0 جروب، وقلنا كل دي اس 0 جروب هنحط فيها شانل واحده. طبعا عندنا تي 1 يبقى عندنا كام شانل يا جماعه؟ ها 24 شانل. هناخد الشانل الاولانيه هنحطها مع دي اس 0 جروب الاولانيه، وبعدين الشانل الثانيه هنحطها مع الدي اس 0 جروب الثانيه. وناخد اول شانل بتاع دي اس 0 جروب الاولانيه ديت هنربطها بالبورت الاولاني، والشانل الثانيه هنربطها بالبورت الثاني اللي رايح على البي بي اكس. هنشوف الكونفيجريشن ازاي. اول حاجه هنعمل اوت كونف تي كنترولر تي 1، وادي البورت بتاعنا. هنحدد الفريمنج واللاين كود والكلوك سورس. بعد كده هنعمل 2 دي اس 0 جروب، اول قلنا اول جروب ده طبعا يا جماعه ده تاج يعني ممكن نحط اي رقم، فاحنا هنحط الاولاني 0 وهنحط فيه الشانل الاولانيه، وهنحدد النوع النوع السيجنالنج بتاعتنا هتبقى لوب ستارت. في الدي اس 0 جروب الثانيه هنحط فيها الشانل الثانيه، وهنحط فيها نوع السيجنال اي اند ام ايميديت ستارت. بعد كده هنعمل اكزيت. طبعا بمجرد احنا عملنا كده بيحصل كرييت للشانل، فاحنا كده اتكريت عندنا كام شانل؟ 2 شانل، اللي هي واحد على 0 اللي تبع الجروب او تبع الجروب الاولاني دي سيزور جروب اللي هي 0، وفي في الشانل الثانيه اللي هي ديت واحد على 0 تبع دي اس 0 جروب الايه الثانيه. هنحط لها هنحدد لها نوع السيجنال بتاعتنا هتبقى لوب ستارت، ونقول نو شت داون عشان ناكتف البورت بتاعها. وهنيجي على الثانيه هنقول النوع السيجنال برضو وينك ستارت والاوبريشن تو واير نو شت داون. طيب ازاي بقى هنربط الشانل اللي احنا عملناها اللي هي تابعه للدي اس 0 جروب 0 بالفاكس ماشين، وازاي نربط الشانل الثانيه اللي تبع دي اس 0 جروب 1 بالبي بي اكس؟ بيبقى الكلام ده عن طريق امر اسمه كونكت، وبعد كده بنحط نيم. النيم ده لازم يكون يونيك يا جماعه ما بيتكررش. وهنقول فاكس الفويس بورت اللي هو متوصل عليه رقمه كام؟ 0 على 0 على 0. وبعدين ادي كابل التي 1 1 على 0 وتابع للايه دي اس 0 جروب ايه 0. ونيجي على برده كونكت بي بي اكس فويس بورت نشوف البي بي اكس متوصل على ايه؟ على 0 على 0 على 1، وبرده الكابل التي 1 1 على 0، وبعد كده تابع للدي اس 0 جروب ايه 1. كده يبقى انت ربطت الشانل الاولانيه بالفاكس والشانل الثانيه بالايه بالبي بي اكس. هنعمل بعد كده بقى شويه دايل بير انباوند واوت باوند عشان المكالمات اللي داخله واللي طالعه. فاول اثنين دايل بير عندنا دي اللي هي رايحه لفاكس ماشين،
وديت اللي رايح للايه للبي بي اكس. بعد كده الثلاثه دايل بير اللي بعد كده دولت علشان الانباوند دايل بير برضه عشان يستقبلوا اي مكالمات جايه لي، يستقبلوا اي مكالمات جايه من اي رقم. بعد كده اخر اتنين دايل بير دول اوت باوند دايل بير عشان لما تيجي تتصل بناشونال دايلينج مثلا على البورت بقى اللي هو 1 على 0 1 على 0 اللي هو تبع دي اس 0 جروب 0 والواحد على 0 اللي هو تبع دي اس 0 جروب 1 اللي هي الشانل الاولانيه والشانل الثانيه اللي عندي. هنتكلم بعد كده عن الايكو. الايكو ده يا جماعه وانت حضرتك بتتكلم في التليفون فبتسمع، ممكن تسمع صوتك بيتكرر تاني. كل المكالمات اللي بتحصل على مستوى العالم فيها ايكو، بس الليفل بتاعها بيكون غير ملحوظ. في نوعين عندنا من الايكو، في عندي توكر ايكو وفي ليسنر ايكو. بالنسبه للتوكر ايكو ان انت وانت بتتكلم في التليفون بتسمع انت صدى صوتك مره تانية. طب الليسنر ايكو الراجل ده اللي هو الناحيه الثانيه بقى اللي بيسمعك بيسمع صوتين، مره بيسمع صوتك اللي هو الشخص اللي بيتكلم معاه وبعدين يسمع صدى صوته كمان. يبقى التوكر بيسمع صوت وانت بتتكلم تسمع صوت نفسك بيتكرر تاني، لكن الليسنر ايكو ان الشخص اللي الناحيه الثانيه بيسمع صوت اللي هو الشخص اللي بيتكلم وبيسمع صدى الصوت الشخص اللي بيتكلم مره ثانيه، يعني بيجي له صوتين، صوت رئيسي الشخص اللي بيتكلم وبعد كده صوت الشخص الايه صدى صوته مره ثانيه. طيب اسباب الايكو دي يا جماعه ايه؟ بالنسبه في التراديشنال فويس نتورك الموضوع ده الايكو بيحدث نتيجه حاجه اسمها امبيدنس ميس ماتش. الامبيدنس دي يا جماعه اصلا هي النسبه ما بين الفولتج على الالكتريك كرنت. لو النسبه ديت بقت اوت اوف بالانس نتيجه ان الفويس بتاعي بينتقل من شبكه لشبكه، ف الميس ماتش اللي بيحصل ما بينهم والفويس بيتنقل من الشبكه دي للشبكه ديت بيحدث عمليه الايكو. يعني ايه يا باشمهندس الصوت هو بيتنقل من شبكه لشبكه هيحصل ميس ماتش؟ هقول لك. في اللوكال لوب اللي هي الجزء اللي هو ما بين التليفون بيربط لي لغايه ما بيوصل لغايه البي اس تي ان او كده، بيبقى الموضوع ده بيبقى عباره عن سلكتين تو واير بيستخدموا لنقل السيجنال رايح جاي ارسال واستقبال. يجي في شركات التليفون بيستخدموا 4 واير، الاربعه واير دول بيستخدموا سلكتين بيبقوا رايحين في اتجاه بينقلوا الاشاره في اتجاه وسلكتين التانيين بينقلوا الاشاره في الاتجاه التاني. فعشان تنقل السيجنال من 2 واير ل 4 واير محتاج عمليه زي ترانسفير كده او عمليه تحويل. فعمليه التحويل دي لو حصل فيها ميس ماتش فقال لك هنا بقى بيحصل بيسموها الامبيدنس ميس ماتش، فده بيؤدي ان الايكو يظهر عندي. طيب في الاي بي نتورك بقى الديلي الايكو بيحدث نتيجه النتورك ديلي. ليه؟ لان السيجنال بتطلع من التليفون عندي تروح على الفويس جيت واي، الفويس جيت واي يوديها على البي اس 10 وبعد كده تروح لو المسافه بقى بعيده توديها مثلا على فويس جيت واي تاني وبعد كده توصل للتليفون. فكل ما المسافه بتبعد كل ما يحصل ديلي كل ما هيظهر عندك الايكو. فلو الديلي ده كان في الرينج لغايه مثلا من 25 مللي سكند لغايه 30 مللي سكند ممكن مش هتلاحظ موضوع الايكو ده موجود، صدى الصوت ده مش هتلاقيه موجود، لكن لو وصل ل 50 مللي سكند هيظهر عندك الايكو. لذلك بقى بدانا نستخدم حاجه اسمها ايكو كانسلر، ده عشان يحد لي من الليفل بتاع الايكو شويه في المكالمات عشان ما نلاحظوش. باي ديفولت الايكو كانسليشن ده اصلا موجود، ده بيكون انيبل على الفويس جيت واي بتاعه. طيب الايكو كانسلر ده يا جماعه ده بينفذ الشغل بتاعه عن طريق ايه؟ عن طريق الدي اس بي الموجود في الفويس جيت واي بتاعي. طب الايكو كانسلر ده بيعمل ايه؟ قال لك هو بيفتح زي ويندو كده مثلا عرضها نقول مثلا 64 مللي سكند، ما يفتح ويندو مثلا كده مثلا مدتها 64 مثلا مللي سكند. بعد ما يفتح الويندو ديت اي انت وانت حضرتك بتتكلم كده بياخد زي سناب شوت مدتها 64 مللي سكند، بحيث ده الكلام بتاعك هو طالع. لو حصل ايكو ليه ان هو هيرد ويرجع له تاني. فلو طبعا هو خلال الفتره دي خلال هو خد سناب شوت من صوتك عبال ما صوته يرجع يروح ويرجع فهو بيبدا يدرس الكاركترستيك بتاعت الايه الصوت بتاعك ده الصوت اللي هو اللي طلع ده، بحيث اي حاجه مشابهه للصوت لنفس الكلام اللي طلع ده حاجه مثلا انت بتقول صباح الخير لو رجعت كلمه صباح الخير دي تاني فيقول ده دول اتنين متشابهين زي بعض يقوم جاي عامل لها ايه كانسل يبدا ايه يشيلها او بيقلل الليفل بتاعها.
انت على حسب ما انت بقى ايه كل طبعا ما بتزود المدة يعني ممكن هي اصلا ممكن تكون 24 ممكن تكون 32 على حسب كل نسخة اي او اس يا جماعة بتبقى موجودة الديفولت اللي احنا قلنا الايكو كانسليشن ده اصلا انيبل باي ديفولت فحسب نسخة الاي او اس اللي انت بتحطها على الفويس جيت واي فهو بتلاقي التايم ده انت ممكن بعد تزود التايم ده عايز تقلله حسب ما انت عايز هي المشكله بس ان لو انت بتتكلم والشخص اللي قدامك الناحيه الثانيه بيتكلم هو بيقول انت بتقول صباح الخير وهو بيقول لك صباح الخير فهنا المشكله بقى ان هو مش هيقدر ايه يشتغل مظبوط الايكو كانسليشن في الوقت ده بالذات ان انت بتتكلم وهو والتاني الطرف الثاني بيتكلم وبتقول نفس الجمله مثلا او نفس الكلمه فهو مش هيقدر يشتغل في الوقت ده. طيب عندنا في مترك كده بتستخدم لقياس تاثير الكانسليشن الايكو كانسليشن زي ايه؟ قال لك حاجه اسمها اي ار ال وفي اي ار ال اي وفي اي كوم والاوتبوت اتنويشن والانبوت جين. هنتكلم عن الاي ار ال اللي هي ايكو ريتيرن لوس اللي هي دي تعتبر هي النسبه ما بين الاوريجينال سيجنال هي الاشاره الرئيسيه اللي طالعه على الايكو ليفل ودي بتقاس بالديسيبل. كل لما الايكو ريتيرن لوس يا جماعه قيمته بتزيد معناها ان الايكو ليفل قليل. يعني لو قلنا مثلا 55 ديسيبل معناه ان الايكو ليفل بتاعنا قليل. طب لو قلنا دي قيمتها 15 ديسيبل يبقى معناها ان الايكو ليفل بتاعنا ايه عالي فاحنا يهمنا ان دي دايما تبقى قيمتها دايما ايه كبيره. ازاي نعمل كونفيجريشن بقى ليها؟ نعمل كونف تي ونقول فويس بورت 1 على 0 على 0 بعد كده هنقول ايه ايكو كانسل بيظهر عندي وعملنا كويتشن مارك بيظهر عندي في اربع اوبشن اهمت كفرج وانيبل وي ار ال والمود. الكفرج زي ما احنا قلنا لو بصينا هنا اهوت ايكو كانسل كفرج هنلاقي في منها 24 و32 و48 و64 انت عايز المده بقى انت عايز تزود المده ولا اللي هي بتاخد السناب شوت ديت عشان تعمل زي مقارنه بالصوتك والصوت اللي راجع ده عشان تعمل كانسليشن عايز تزود المده ولا تقلل المده زي ما انت عايز. احنا قلنا هي مثلا بتبقى ثابته هي بتبقى جايه قيمه مثلا لو قلنا مثلا نسخه الاي او اس رقم مثلا 12.1 تي مش عارف ايه النسخه دي بتاعت الاي او اس بيديك باي ديفولت الزمن الكفرج بتاعته مثلا 64 مللي سكند والله انت عايز تقللها تخليها 32 تخليها 24 يبقى عن طريق الامر ده ممكن تقللها وتزودها. في برضو عندي الانيبل احنا قلنا هو باي ديفولت بيكون انيبل بس احيانا في ممكن واحد عايز يلغي فبيقول ايه نو ايكو كانسل انيبل. طب انت عايز ترجعه تاني تقول ايه ايكو كانسل انيبل تدي الامر تاني. طيب الاوبشن اللي بعد كده الاي ار ال اللي هنا قلنا ايكو ريتيرن لوس وده الامر بتاعه ايكو كانسل اي ار ال وورست كيس احنا دايما بنحط قيمته 6 وده معنى الامر ده ان حضرتك تتوقع وانت بتتكلم في التليفون ان هيحصل على الاقل 6 ديسيبل اتنويشن قيمته 6 ديسيبل للسيجنال اللي هي راجعه لحضرتك. هنتكلم بعد كده عن التايمرز اند تايمينج كونفيجريشن. طبعا التوقيتات يا جماعه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ما بنحتاجش ان احنا نغير فيها او نلعب فيها الا في حالتين ياما انت مثلا ياما يكون الديفايس بيوفر لي الاوتوميتد دايلنج او ياما توصل البورت بديفايس ما بيستجبش مع الدايل ديجيت او الهوك فلاش. طيب نتكلم عنهم في سريع عن كده التايم اوت انيشال التوقيتات دي كلها يمكن بالثواني يا جماعه بالثانيه عدا الاخرانيه الهوك فلاش ده بيكون بالملي سكند. التايم اوت انيشال ده الوقت اللي بيبقى موجود فيه زي دايل تون كده الحراره لما ترفع السماعه بيديك حراره. طب الحراره دي هتلاقي انها موجوده لغايه مده قد ايه لغايه ما حضرتك تدوس الارقام. هل تنها الحراره دي مفتوحه كده على طول يعني انت رفعت السماعه وسبت السماعه ما اتصلتش بولا رقم هل التايم ده الحراره دي يعني هتنها موجوده عندك على طول؟ لا بيبقى في فتره معينه بعد كده سمعت بينبهك انت رافع السماعه ما اتصلتش يبقى في تايم اوت للموضوع ده يبقى ده التايم اللي هو بيديهولك بتاع الحراره بيديك الحراره بعد كده هيديك ايه انذار كده يقول لك خلي بالك انت رافع السماعه وما اتصلتش. طيب التايم اوتس انتر ديجيت التايم بقى اللي السيستم بيستنى حضرتك لغايه ما تخلص الاتصال بالارقام. يعني مثلا هو مثلا مديك 10 ثواني تتصل بيه مثلا بالخمس ست ارقام اللي هم عشان تتصل بايه بالتليفون بتاع صديقك. ما تقعدش بقى تدوس مثلا 3 وتستنى 10 ثواني. بعد كده تستنى وتدوس 5 بعد تستنى مثلا 3 ثواني. لا هو السيستم مش هيستناك هو في تايم معين بعد كده هيفصل منك
هو بيديك تايم معين. احيانا بقى احنا ممكن عايزين نعجل نسرع الوقت ده عشان السيستم ما يستناش الوقت ده كله عشان يتصل بالشخص اللي قدامي، نتيجه ان انت مثلا في ارقام بتبقى جايه لك من الاوتوميتد ديفايس او الدايل بلان من مكان لمكان، بيبقى في فاريبل لينس للدايل بلان، فما فيش يعني انت مش محتاج ان انت تقعد تستنى مثلا ال 10 ثواني كلهم لغايه ما الارقام حد يتصل بيها، او تتصل 10 ارقام وتستنى ال 10 ثواني. لا، يبقى ده عشان ممكن انت عايز تغير في الوقت بس ليه اللي انت بتدخل فيه الارقام والسيستم يبدا يستجيب معاك وايه ويتصل بالطرف التاني. طيب التايم اوتس رينجينج، طيب التليفون هيقعد يرن مده قد ايه لغايه ما يديك نو انسر ونوت افيلبل، ده برضه انت بتتحكم في الوقت ده. طيب بعد كده التايمنج ديجيت والانتر ديجيت، ده بنستخدمه مع الدي تي ام اف. فاكرين طبعا احنا دي تي ام اف ده طبعا ده جماعه ده القرص، والتاني دي تي ام اف اللي هو قلنا فيه ماتريكس كده الفريكوانسي، ولما تدوس على رقم واحد بيحصل ميكس ما بين الفريكوانسي اللو والهاي، فاكرين احنا الكلام ده. ففي احيانا بعض الناس وهي بتتصل بسرعه، وفي ناس بتتصل ببطء شديد، فانت عايز تظبط التوقيت بقى الدي تي ام اف ديوريشن ده بحيث يكون اطول شويه او اقل شويه على حسب الشخص اللي ايه اللي بيتصل، لان يعني في ناس بتتصل بسرعه على الارقام وبتطلب بسرعه على الارقام، وفي ناس بتتصل بالراحه، فانت عايز تظبط الايه الوقت ده. طيب التايمينج هوك فلاش ان والهوك فلاش اوت، هكلمكم الاول عن يعني ايه الهوك فلاش. هي ما بنيجي نربط مثلا البي بي اكس او البي اس 10 بالفويب سيستم، احيانا بنحتاج بعض التايب سيجنالينج مختلفه، في حاجه منها الهوك فلاش، وده الهوك فلاش ده بيعمل زي قط كده بيقطع اللوب بتاعتي، بس ما بيقطعها ما بيعملليش ديسكونكت للمكالمه اللي شغاله، لا هو بس بيقطعها عشان نعمل فيتشر تانية زي مثلا كل ترانسفير او الهول او كل ويتنج وكده. كنا زمان يما عشان مثلا عندك الخط بتاعك ديول وعندك مثلا ففي انت سامع الويتنج، عندك في حد بيتصل بيك وانت شغال مكالمة، فكنت بتسمع اصلا مرفوعة في هنا سماعة مرفوعة كده، في اللي هي في اتنين بن كده بيظهروا عندي كده في الحتة دي كده اللي هما بيعملوا الاوف هوك واللي هما بيفصلوا وبيفتحوا. فكنا بنعمل ايه؟ كنا جاي ضاغطين على الزرار ده مده معينه، وبعد كده مثلا تقوم جاي رافع وسايب الزرار، وتقوم جاي مثلا ضرب رقم 2 مثلا عشان تقوم جاي ايه عامل هولد للمكالمه اللي كانت انت بتتكلمها وتتكلم الايه التليفون الثاني. فانت الهوك فلاش ده كده كان بيعمل ايه؟ بيقوم جاي قاطع بيقطع اللوب، بس ما بيعملش ديسكونكت للمكالمه الاولانيه، وبعدين يقوم جاي مديك زي سكند دايل تون كده وانت ايه بحيث تقدر تعمل ايه تعمل ترانسفير او تعمل تكلم المكالمه اللي على الويتنج. فهو ده المقصود بالهوك فلاش يعني. فتايمينج فلاش ان او تايم فلاش اوت هي المده بقى اللي انت هتضغط على الزرار ده هوت وتسيبه عشان يقدر البي اس 10 او البي بي اكس او السيستم انت شغال معاه يفهم ان انت عايز تعمل بعض الفيتشر مثلا زي الويتنج او الترانسفير او الهولد. التايمينج ده قد ايه؟ احنا زي ما احنا اتفقنا ان التايمينج ديت التايمر التايمز ديت احنا ما بنلعبش فيها خالص الا الحالتين اللي احنا قلناهم. وادي الكونفيجريشن لو انت عايز تغير في القيم بتاعتهم، كلهم بتبقى بالثواني عدا الاخير بيبقى بالملي سكند. اخر حاجه النهارده هنتكلم ان شاء الله عنها الفيريفيكيشن، ودي يمكن الاوامر اللي مستخدمها الشو والتست والديباج والكلام ده عشان تتاكد من الكونفيجريشن اللي حضرتك عملتها او عشان تحل عندك ظهرت مشكله في ترابل شوتنج والكلام. ففي عندك شو فويس بورت، وفي شو فويس بورت سامري، وشو كنترولر، والشو فويس كول سامري، وشو كول اكتف فويس، والشو كول هيستوري فويس. في مثلا شو فويس بورت 0/0/0 انت بتشوف ايه فيه بقى؟ والله هتعرف ان البورت ده مثلا اف اكس اس بيكون هو اب، ممكن عندك الادي ليكو كانسليشن يا جماعه اهوت بيكون انيبل اهوت، يعني شويه معلومات بتعرفها طبعا يعني مور ديتيلز. طب شو فويس بورت سامري ده بيعمل لك زي سامري كده للبورت اللي كل الموجود عندك على الفويس جيت واي بتاعتك، الرقم البورت السيجنال اذا كان اون هوك او اوف هوك. طب شو كنترولر تي 1 بتعرف ان البورت الكابل تي 1 ده اب، البورت ده اب، بتعرف نوع الفريمنج اللاين كود بتاعه، الكلوك سورس بتاعنا جاي فين وراح فين، اذا كان جاي من بره ولا لاين ولا انترنال بتعرف المعلومه ديت. في عندي شو فويس دي اس بي ده انت بتعرف الحاله الحاليه للدي اس بي ريسورسز اللي عندنا. قلنا برضو الامر بتاع شو كول اكتف فويس ده بنشوف المكالمات اللي شغاله دلوقتي على الفويس جيت واي بتاعي او الراوتر بتاعي. في عندك شو كول هيستوري فويس بتشوف كل المكالمات اللي حصلت عندي في الفتره اللي فاتت، التايم بتاعها كام باكيت راح كام باكيت جه، بتشوف كل المعلومات اللي انت عشان تقدر تحلل الترابل شوتنج اللي عندك.
ان شاء الله للمتابعه الحلقات بتاعتنا على الشانل محمد سعيد عفيفي على اليوتيوب، والفويب لافرز البيج بتاعتنا على الفيسبوك، والجروب بتاعتنا فويس لافر، وعلى تويتر فويب لافرز. في نهايه الحلقه اشكركم والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.